معلومات حصرية عن نجمة بوليود الجميلة والرقيقة والأكثر شعبية في العالم العربي والهندي جينيفر وينيت. تعتبر الممثلة الهندية جينيفر وينيت فنانة مشهورة. ولدت في مدينة مومباي الهند في 30 مايو 1985. جنسيتها هندية وديانتها مسيحية. والدها يعمل في شركة صناعة الاعتماد ووالدتها ربة منزل. لها أخت واحدة وأخ واحد. قد درست في مومباي وهوايتها اللعب مع كلبها الأليف. وللإشارة فهي تحب أن تقضي عطلتها في سنغافورة وماليزيا، علماً أنها كانت متزوجة من النجم الهندي والممثل التلفزيوني كذلك وهو كاران سينغ غروفر، حيث أنهما تعرفا على البعض أثناء تصوير مسلسلها الأول كممثلة صاعدة عام 2005. وهناك بدأت قصة حبهما حتى ختمت بالزواج عام 2012 وأنجبت منه طفلها الوحيد. لكن سرعان ما انتهت هذه العلاقة عام 2014، وقد كانت تجمعهما علاقة حميمة ورابط قوي، لكن هذه العلاقة فشلت للأسف. هذا وكانت تجربة مدهشة لجينيفر، حيث مرت بلحظات حزينة ولكنها لم تندم يوما واحدا في حياتها من ناحية زواجها. كانت جد قوية لدرجة أنها انفصلت عنه بدون أي مشاكل، وهذا يدل على قلبها الطيب وأخلاقها العالية، خاصة أنها لا تحب الخوض كثيرا في حياتها الشخصية. والآن ما تفكر فيه حاليا هو عملها وابنها. أما عن حياتها الفنية فقد بدأت العمل في التمثيل سنة 1997 وهي في سن صغيرة من خلال دورها في فيلم راجيكي، وأكملت عملها في التمثيل وهي طفلة في مسلسل شكلك بومبوم سنة 2000. وأما عن عملها كممثلة شابة كانت سنة 2005 من خلال مشاركتها في مسلسل تلفزيوني شهير باسم كاسوتي وفيلم آخر اسمه فيرسي سنة 2015. وقد شاركت في عدة مسلسلات أخرى وأفلام وعروض تلفزيونية ولقت نجاحا كبيرا، منه مسلسلها واسمايا الذي شاركت فيه ولقي نجاحا وشهرة كبيرة خاصة في العالم العربي. فهو مسلسل هندي وتاريخي بث لأول مرة عام 2016 على التلفزيون الهندي، والموسم الثاني كان عام 2017، وذلك لنجاح الجزء الأول من المسلسل.